الوطن أخي هو قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كنا. الوطن هو اللي نفتح عيننا عليه واللي نتعرف على الناس عليه، هو طفولتنا وشبابنا وحياتنا ومستقبلنا. الوطن هو الماء اللي نشربه والهواء اللي نتنفسه. الوطن هو لمة العيلة ولمة الأصدقاء، وهو ريحة طبخ أمي، وهو ريحة أهلنا، وهو ريحة الشارع، هو كل شيء بالنسبة لنا. الوطن يعرفنا ويعرف كل إنسان بهاي الدنيا ما ممكن يعيش بدون هوية وبدون تعريف وبدون إحساس بذاته وإحساس بقيمته. الأم هي الوطن اللي بالبيت، فمثل ما الأم تلم العائلة الوطن يلمنا كلنا. فريحة طبخ أمي دائما هي يعني دائما حاضرة عندي، ودائما أتذكر لمتنا، وحتى من كبرنا وصار عندنا أولاد وبيوت يظل هذا الحضن يلمنا دائما. أول سنوات الغربة بتظل أنت كل شيء يذكرك بالوطن. إذا تشوف حبة تمر بالسوق أروح أدور عليها، هاي من وين جايبيها؟ بلكي يكون أحد جاي من العراق جايبها. يمكن تضحك، أدور على النبق، أدور على الأشياء اللي هي تذكرنا دائما بأهلنا. لمة العيد ما ممكن تكون مثل ما كنا زمان ويا أهلنا ويا الوالدة ويا الوالد. الكليتشة والأكل والتحضير ولبس العيد والفرة بالسوق وياخذونا وإحنا صغار ونشتري ونتحضر، كان كل شيء له طعم وكل شيء به فرحة، وفرحة كبيرة جدا. ورمضان ولمة الفطور ولمة السحور، الأصوات برمضان الأذان العراقي مميز بنغماته وبمقاماته ما يشبه أي مكان بالعالم. طريقة احتفالنا بالفطور والسحور ولمة الأصدقاء والأهل والجيران ونبقى للسحور قاعدين ونلعب، كلها أشياء ما ممكن تلقيها بأي مكان بالعالم، ما موجودة هي فعلا غير بالعراق. أنا أصلاً من مواليد بغداد، فأول نشأتي في بغداد في بيت العائلة في حي الخضراء. كنا صغار أعتقد كانت التسمية درجة الشرطة الأولى، المنطقة اللي هي قريب معمل بسكولاتة، فحتى من كنا ندلي أحد نقول له معمل بسكولاتة المقابيلة، هاي المنطقة اللي نشأت بيها. المدرسة الابتدائية كان اسمها الأصيلة المختلطة، وهذا طريق المدرسة رايح جاي أنت يومية 6 سنين، هذا الوحدة هو عبارة عن ذكريات وعبارة عن لمة الجيران ولمة الأطفال والروحة والجاية للمدرسة. شيء اسمه رفعة العلم ويوم الخميس ونرفع العلم وناخذ تحية للعلم، هاي سنوات الطفولة الأولى ما ممكن تنسي، فهي كانت في نفس المنطقة هذه. وانتقلت بعدها للمدرسة المتوسطة اسمها العدل للبنات في نفس المنطقة أيضا، هي كلها بهاي المنطقة ظلينا عايشين إحنا. وبعدين الإعدادية إعدادية الفاروق للبنات، فإلى حد دخول الجامعة إحنا ظلينا في نفس هاي المنطقة. فالمنطقة هاي إلها يعني فد مكانة خاصة جدا عندي. أنا الحمد لله والشكر بفضل من الله سبحانه وتعالى، من الروضة والأول ابتدائي إلى النهاية اللي تخرجت من الجامعة، وحتى بعد ما أخذت شهادة الدكتوراه أنا دائما الأولى على الدفعة، الأولى على المدرسة. فبعد ما اجتازيت كل هاي المراحل دخلت كلية الصيدلة جامعة بغداد، وأيضا تخرجت الأولى على الدفعة، وبعدين كملت الماجستير والدكتوراه، وايضا كنت يعني الشخص المتميز بالدفعه. بفتخر اني وين ما رحت بالعالم، بعد ما قطعت شوط بالمسيره العلميه دائما بفتخر اقول لهم اني خريجه جامعه بغداد. اني هذا بالنسبه لي فخر، خيره الاساتذه العراقيين درسوني، وخيره المعلمين والمدرسين من المرحله احنا اطفال الى ان كبرنا. فدائما بالنسبة إلي أيضا جامعة بغداد هي يعني مكانة خاصة مميزة وين ما رحت بالعالم وين ما طلعت.
طلعت عدد كبير من الدول الأوروبية، وفي مؤتمرات أو لقاءات علمية بتباهى دائما أقول أني خريجة جامعة بغداد. طلعت من العراق نتيجة كثير من الظروف بسنة 2008، جيت للأردن وبقيت بالأردن. وبالحقيقة يعني الأردن هو يمكن أفضل وأقرب مكان شفته، قريب من عندنا، قريب من عاداتنا، قريب من قيمنا، وتحس نفسك قريب من العراق أيضا، ممكن يعني أنك تروح أو تجي. فعشت هنا هاي السنوات إلى حد الآن. اشتغلت بجامعة أردنية خاصة هي جامعة عمان الأهلية، وكملت بيها يعني مسيرتي من التدريس والبحث العلمي، وهي جامعة معروفة بكثرة الطلبة والأساتذة العراقيين بيها، فكانت بالنسبة لنا أيضا هو تعويض عن الأهل والجمعة مالتنا في بغداد. الحمد لله والشكر، يعني نقول أنه رغم كل الظروف حققنا، ما نقول الواحد حقق كل ما يطمح إليه، الطموح يبقى موجود دائما، بس على الأقل حققنا جزء وقدرنا أنه نتجاوز كثير من المصاعب. ونقول دائما أنه العراقي ما ينكسر، إن شاء الله العراقي دائما راسه مرفوع ودائما عالي ودائما متميز. والحمد لله والشكر، يمكن لو تسأل بالجامعة وكذا يعني معروفة أنا هناك أنه دائما هو مثل ما نقول سند للطلبة العراقيين، سند لأهلنا، الناس اللي بتجي أول مرة لغرض الدراسة. إحنا الحمد لله دائما لهم أنا أم وأخت، ودائما أحس بعيونهم أول ما واحد يطلع ويجي في مكان ما يعرفه، يذكرني لما طلعت أنا أول مرة وكيف أنا كنت ما أعرف حدا وما أعرف كيف أتصرف وكذا. فالحمد لله والشكر دائما أقولهم أنا أمكم وأختكم هنا، ودائما يقولوا لي دكتورة أول ما ندخل نسمع اللهجة، يعني نفرح لما نحس أكو أحد من أهلنا ويحكي لهجتنا بهالطريقة. فالحمد لله والشكر. رغم أنه الإخوان الأردنيين هنا ما قصروا معانا، لكن يبقى في داخلك هذا الشعور. يعني إحنا يوم اللي تخرجنا من جامعة بغداد أو يوم اللي أخذت مثلا شهادة الماجستير أو الدكتورة، الأحلام والطموحات كانت كلها هناك في البلد. يعني كنا نحلم إيش نعمل، كيف نطور، كيف ندفع جامعاتنا إلى الأعلى، كيف نوقف مع طلابنا، كيف نخلي دائما رغم كل الظروف السيئة سمعة العراقي بالعلم وبالتميز في كل مكان بالعالم كانت معروفة. فأكيد كان طموحنا هو البقاء، هو أنه نقدم الكثير الكثير للبلد. لكن قدر الله وما شاء فعل، يعني شاءت الظروف أنه نغادر البلد. أكيد في لحظة ما لما تشوف خاصة مثلا هسه الميديا في تواصل وكذا، لما تشوف زملائك مثلا صح ما في صعوبات وفي كذا داخل العراق، ولكن فعليا بقول أتمنى يعني لو قدرت أني يعني أقدم أكثر للبلد اللي علمني وكبرني وانطاني شهادة وخلاني على أول الطريق العلمي بفضل جامعتنا العزيزة وفضل أساتذتنا المميزين. قد ما يتقدم بك العمر بيظل يعني هيك شيء يحز في داخلك أنه كيف مرت هاي السنين كلها، أنا لو باقي، أنا لو كذا. فما في شيء، يعني ما في شيء بالدنيا مثل بغداد، ما في مكان بالعالم مثل بغداد، وما في مكان مثل دجلة، وما في مي مثل الفرات. لكن نقول الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. إن شاء الله نكون إحنا دائماً على حصن ظن بلدنا، وإن شاء الله نكون دائماً رافعين راسنا لفوق وينقال إنه هذا عراقي إن شاء الله. طبعاً هو أنا الفترة الأخيرة اللي قبل ما نطلع بيها من العراق كنت ساكنة في بيت هو جزء من بيت أهلي، يعني في نفس المكان أيضاً سكنت عدد من المناطق اليرموك العظمية وكلها أحلى من بعضها. بس يمكن من بلشت يعني
نهاية الحصار قبل 2003 كان هيك شعور بينا إنه العوائل نتجمع قريب من بعضنا تحتنا هاجس خاف يصير شيء أهلنا أطفالنا بنخاف عليهم. فرجعت أخذت هو البيت أو مجتمل ملحق ببيت أهلي عائلتي. بيت الأهل من البيوت القديمة الحلوة اللي هي حديقة كبيرة نخل كثير وشجر كثير وكل نخلة يعني أتذكر واحدة من النخلات يمكن هي بجوز تكون بعمر أولادي فبتذكرها وهي شتلة صغيرة يعني الوالد الله يرحمه أكثر شيء بالدنيا كان يحب النخل وزراعة النخل فكانت يمكن إحدى النخلات من عمر أولادي فلما أشوفها هسه كبرت فكأنها هي فعلا واحدة من أولادي. فآخر يوم من غادرنا أتذكر وطبعا اتجهنا بالسيارة إلى طريق عمان هو يعني هو وداع الأهل والدتي الله يرحمها والدي وأخواتي يعني هو صعب أنك تذكرني بهاي اللحظة تطلع خصوصا دموع الوالدة بس من تطلع أنت وتشوف منظرهم آخر شيء داخلك تقول أسبوع وأرجع شهر وأرجع بس تتحسن الظروف أرجع شهر أرجع سنة أرجع بعدين تتفاجأ أنك لما تنقل إلى مكان آخر ويعني تبني تبلش تحاول أنك تبني حياة جديدة بتحس الرجعة بتصير أصعب بيصير كل اللي عندك تليفون هذا صوته هذا صوته سمعين صوت أولادك سمعين صوتك ما سمعنا صوتك تصير علاقتك بهم عبارة عن صوت يعني صعب أني أتذكر شيئين اللي هو يوم اللي طلعت ويوم اللي يمكن كنا ندور على مكان أو خلينا نقول مكان آمن في وسط هاي الظروف اللي يعني اللي مر بها العراق إن شاء الله يا رب تكون أيام وراحت وإن شاء الله يرجع أحسن وأحسن وأعلى وأفضل من قبل بإذن الله تعالى. اللي هون عليك هذا الشيء انك تحاول دائما تسترجع الذكريات الحلوه لان هي للامانه ماكو يعني ما مو الذكريات مو كلها سيئه بالعكس هو البني ادم راح يطلع بثقل من وكميه كبيره من الذكريات فاكيد بها الحلو وبها بعض الاشياء المره اللي ذكرناها لكن مقابلها اكيد ذكريات كثيره وكثيره جدا حلوه يعني أنا قلت لك بفضل الله سبحانه وتعالى هي المرحلة الابتدائية والثانوية والجامعية كلها كانت أيام حلوة يمكن كوني دائما الأولى والمتفوقة بالروح تكريم للأوائل بالروح يعني أحس والدي ووالدتي الله يرحمهم يمكن من يسمعون الاسم هيك يعني رف قلبهم أكثر شيء ما يفرحون بي إنه أبنائنا هالشكل هم دائماً الحمد لله يعني دائماً الاسم بالبداية ومتعودين عليه وما بيصير ينزل عن الأول فاحتفالات المدرسة توزيع الشهايد مثل ما يقولون للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية بالسنة الثالث الصف الثالث متوسط احنا مثل ما تعرف حضرتك بكالوريا بالعراق أنا كنت الأولى على محافظة بغداد والثانية على العراق فكان إن أيضا تكريم من قبل الجهات يعني الحكومية السادس مرحلة السادس علمي أيضا كانت فرحة كبيرة كانت بمستوى الرابع على العراق وأيضا كانت هناك أشياء يعني زي ما نقول تكريم رئاسة الجمهورية وتكريم من المحافظة محافظة بغداد هاي كلها لحظات رائعة ما تنسي تخرجت من كلية الصيدلة أيضا الأولى على الدفعة أيضا كان أكو تكريم خاص من رئاسة الجمهورية ومن يعني كنا يعني في هذا العمر تحس الإنجاز بتحس فرحة أهلك بتحس فرحة الناس اللي حواليك
بتحس انت يعني الحمد لله والشكر هيك رفعت اسم البلد ورفعت اسم اهلك وعائلتك، وتبقى عالقه، يعني تبقى لما حدا من زملائي القديم مثلا يذكرني بيها اتذكرها بسعاده. هاي اللحظات لا ما تجيب حزن، بالعكس بتجيب فخر وبتجيب سعاده. بحس نفسي سعيده جدا انه فعلا احنا كنا هذا الحماس والطاقه والابداع نفتخر به دائما، ودائما نحس انه هذا شيء قليل نقدمه مقابل انتمائنا لهذا البلد العظيم. هو ايضا انا قلت لك الجامعه اللي اشتغلت بيها فيها عدد من الاساتذه العراقيين اللي هم نفسهم كانوا معي في جامعه بغداد، فمن جيت حسيت يعني هم اول ناس استقبلوني واول ناس احتضنوني لانه يعني انا طالبتهم وبنتهم، فهذا اول شيء حسسني بنوع من الامان ونوع من الارتياح، يعني ما كانت الامور كلها غريبه. بالنسبه لاهل البلد اكيد انت بتحتاج فتره لتثبت نفسك لأنه أنت ما بتكون يعني أساساً موجود عندهم أو ابنهم، فتحتاج فترة يعرفوك، تحتاج فترة يثقون بيك، تحتاج فترة تثبت نفسك بيها. بس يعني أظن إلى حد ما الحمد لله والشكر يعني قدرت أنه الأساس الجيد اللي تعلمنا انعكس فعلاً على أدائي، وأدائي بالنسبة للكثير يعتبر جيد جداً إذا مو أكثر. فدائما يعني تقال هاي الكلمه انه الواحد هو اساسه قوي، مثلا نقولها احنا دائما اساسه قوي، جاي متعلم صح، جاي فهمان شنو يعني اكاديمية والاخلاق الاكاديميه. الاشياء اللي تعلمناها من اساتذتنا هي اصبحت يعني الاساس اللي نرتكز عليه حتى نتعامل ونكمل مسيرتنا ونستلم الرايه من بعدهم. هو في أي مكان بالعالم أنت ممكن 100% تكون يعني بالوضع اللي أنت تريده، يبقى دائماً طموحك أعلى، تبقى دائماً تقول أني يعني كان المفروض، لكن إلى حد ما أقول الحمد لله والشكر أنه الجامعة اللي اشتغلت بها مقدرة جهدي، مقدرة أساسي القوي، مقدرة أنه إحنا تعلمنا صح على إيد أساتذة ماهرين وكبار جداً، وقدرنا انه نكمل هاي المسيرة او نصعد بيها الى الامام. طلبة بالذات انا علاقتي بهم جدا مميزة. يظن البعض الكثير انه الطلاب العراقيين لانه عراقيين يعني يدورون دكتورة إسراء ويروحون على دكتورة إسراء ويريدون يتعلمون الدكتورة إسراء، هذا جزء من الحقيقة لكن مو كلها 100%، لأنه عدد الطلبة من العرب والأردنيين وحتى الأجانب اللي موجودين بالجامعة الحمد لله والشكر هم يعني أظن أنه نفس النظرة لهم ونفس التقدير لهم. كثير من طلابي كملوا دراساتهم موجودين في أوروبا في أمريكا في أستراليا، ما زالوا على تواصل معي وما زالوا يقولوا لي مثلا انه ما ننسى انت درستينا او حبينا الدرس الفلاني لانه انت درستي، طريقتك بالتدريس، المفردات العراقيه اللي تستعمليها دائما هي عالقه في ذهننا. فالحمد لله الطلبه اجمالا عراقيين وغير عراقيين انا اعتقد انه ما قصرت معاهم، وهم كمان يعني حاسين بهذا الشيء وفاهمي، ودائما اقول اني دول الطلاب خاصة المغتربين ولدنا، إذا مو إحنا نصير لهم أهل، يعني منو يصير لهم أهل ويساعدهم. ورابط عاطفي حضرتك بديتها أول اللقاء من قلت لي تعريف الوطن، هذا كله هو جزء من إحساسك بالوطن، هو جزء من انتمائك للمكان، هو جزء من كينونتك، هو جزء من مين أنت. فأنت ما تعيش لوحدك، أنت تعيش كل هاي الأشياء هي جزء منك، مدرستك، الدكان، المحلة، الطرف، الأصدقاء اللي كنا نلعب وياهم، الجيران بالضبط اللي كنا نلعب وياهم بالشارع، هذول كله جزء منك. إذا أنت قادر تتخلى عن جزء منك معناها راح تنساهم، فما بعتقد أنه
غريبة إنه الواحد يشعر بهذا الرابط، لأنه يمكن حتى بس تشوف المكان هو الزمن يرجعك يعني هيك 30 سنة لي ورا، وكأنك تعيش اللحظة من جديد. فأكيد أكيد هاي الأشياء من تشوف مدرستك، من تشوف الشارع اللي كنت به، حتى لو تغير بس هو في وجدانك يعني ريحته هي ترجعك لورا باللحظات اللي انت كنت عايش بيها، وتمشي بهذا الطريق وتشتري من هذا الدكان. يعني صدق لو ما صدق، حتى طعم النستلة او البسكت اللي كنت تشتريه من هذا المكان غير عن هسه افخم طاولة تنحط قدامك وتاكل. اي اي، لان هي معظمها كانت من صناعة بسكولاته، وهي صناعة عراقية. تخيل احنا صغار كنا ندور على صنع في العراق، ما كنا نعرف ندور شيء أجنبي أو هذا مصنوع بالبلد الفلاني. ولما أحد من برا يجي جايب يقول لنا مثلا هاي النستل أو شيء جايبيها من الخارج أو فتشي، يعني نستغربها، ممكن ناكلها بس نستغربها. إحنا نتذكر الأشياء اللي هي صناعة بسكولاتة، كنا نسميها نستل أم المربعات، نستل أم العبد، نستل أم الهلال. هاي كلها منتوجات اللي هي يومية مصروفنا يروح عليها، يومية رايحين جايين للدكان. يعني أكيد بالعكس، وهي فعلا هي مو بس عاطفيا، هي فعلا كواليتي كانت متميزة جدا، ودايما كنا نفضل المنتج العراقي على المنتج غير العراقي. يعني أتذكر حتى أني أصغر واحدة، والدتي الله يرحمها تأخذني وياها للسوق، كانت تشوف شيء تقول صيني هذا شنو، من يشتري صيني؟ يعني وين شوفني العراقي، وين الصناعة العراقية؟ كان عندنا هاي الثقة بيها، لأنه فعلا هي كانت بهذا المستوى بكفاءات أهل البلد وبعلمهم، كانت فعلاً هي شيء راقي ومتطور. إحنا كنا نحس في ذلك الوقت كأشخاص وكأطفال وفي عمر المراهقة إنه إحنا فعلاً شيء مش تعالياً، وإنما متميز عن كثير من البلدان اللي بنشوفها. نصعد الطيارة العراقية، نقول هاي الخطوط الجوية العراقية، بنشوفها بأي صورة بأي مكان بالعالم. هذا الطير النورس اللي مرسوم عليها هو بالنسبة لنا هو يعني شيء يحسسنا دائماً بالتميز. لما نستقبل كانت تجرى حفلات مثلا يقولون فلان جاي من برا، اللي هم ماخذين اعلى الشهادات واحسن التقديرات في كل المجالات، هذا كان بالنسبه لنا ايضا هو يعني جزء من فرحتنا وجزء من اعتزازنا بالكفاءات وبالناس اللي هي فعليا كانت تتعب حتى تبني هذا البلد بناء متين وعالي. أكيد عندي وطن، أكيد أكيد، لا لا أكيد العراق وطني، هذا شيء مفروغ من عنده. قد ما تبتعد وقد ما تروح بعيد وقد ما تتعدد انتماءاتك الجزئية، لكن يبقى انتماءك الأول والأخير للوطن، وبغداد والدجلة والفرات والنخل والتمر والبرتقال ديالة وكل الأشياء اللي هي شكلت حياتك وشكلت تفاصيلك وشكلت وجدانك. نعم ربما لا يبدو الوطن كما تركناه قبل سنوات طويلة، لكن بالنهاية احنا نقول النخلة جذورها عميقة، فجذورها باقية، ويمكن ايش ما يصير لو 100 بناية تنهد، وأقولهم جذور النخلة راح تبقى وتطلع من جديد وتصعد عالي. فهذا يبقى الحب الأول والأخير، ما لا غنى عنه أبدا ولا استغنى عنه.